وبلادي فلاحية بلادي فلاحية. داك المهام اللي هي مهمها لا دابا شنو التعديل؟ راه عدلوا شحال ديال الحوايج، شنو دايروا؟ كانوا المهام قالوا مهام اخرى، دابا دخلوها في مهام التربية التدريس التقييم. لا راه كيخرجوا راه خرجوا البارح مع النقابات، خرجوا شحال ديال النقاب وباقيين غاديين، قال لك الجمعة غاديين يوفقوا، وكنلقاوهم كيعطيو شحال ديال الفئات، والاستاذ الممارس في القسم ما كيهضروش عليه كانه ماشي هو المعني بالامر. سحب النظام الاساسي، لان ما الكرامه شد على الوزير. شنو قال البارح الوزير؟ شنو قال؟ قال وعلى وجه دوك التلاميذ زدناهم 1500. ودي راه حكره، شنو على وجه التلاميذ؟ وحنا على وجه التلاميذ علاش خارجين؟ حنا دوك التلاميذ كون ما كانوش كيهمونا راه ما نخرجوش، بغينا نقادو لهم الجو فين يقراو. لا، لان تضربنا في الكرامه ديالنا، لان اللي قرا النظام الاساسي كيحس بالحكره، كيحس بانك حتى هو المسؤول على فشل المنظومه. المنظومة راه المسؤول هو الأول المسؤول عليها الوزير. وعاد حنا راه كان اللي لقى شي خلل شي أستاذ عطيه حقه وحاسبه. حنا ماشي ضد يحاسب اللي متهاون في العمل ديالو، ولكن باش غادي نعاقب رجال نساء التعليم كاملين ونتهمهم بأنهم هما مسؤولين ونهبط لهم واحد النظام اللي فيه الإدلال وفيه نعطي المدير المفتش باش يراقبوهم، باش دابا نازلين على عباد الله غنعطيكم توقيفات غنعطيكم. ها حنا بداو كيطبقوا النظام الأساسي، ما كاينش تجميد، كيطبقوا فيه. وهاد انك تخدم وانت بنادم محاد، قلت لك حنا داخلين بواحد النفس رائع. انا بدات شخصيا دخلت عندي مستوى اشهادي البكالوريا بي سي، كنقري الرياضيات، قال لك العمر ما قريناش، الاستاذه كانت رخصه. قلت لهم وليداتي ما تخافوا، اللي خاصاكم هالواتساب، درت لهم جروبات، قلت لهم ما تهزوش لها من النقائص، ديروا لي على الاراده على اللي ان شاء الله ما يكون على خير هذا العام، ما عليا ما بيا. حتى نزلوا علينا بهاد الحقره من اللي قريناه، بحال اللي كيقول لك شتي انت ما كدير والو، تعطيها على النعاس تعطيها. اجي اخويا شوفني، جي شوفني بصح وشوفني كي كان نشريو ستيلوات من جيبنا. كيعطوك ستيلو واحد العام، واش الرياضيات كيعطيك ستيلو؟ كيعطيونا ديال غوشارج معاه، ستيلو اصلا الراس ديالو خسر، مابقاش قابل لك لي غوشارج. الا ما شريناش حنا ستيلوات ما كنخدموش. قلت لهم ما درناش لهم فوتوكوبي من عندنا، ما كاينش فوتوكوبي. المساحه عطينا واحد البونجا ما يمسحش بها حتى داك اللي كيبيع مع الكسكروت، وما عندوش ديك البونجا باش. هذه مدرسه في الدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء، ما زعما راه واحد الادلال، كتحس راسك انك انت راك محقور، راك كي الوزير ملي جا كاع التلاميذ كيعرفوش يقراو، شاف على ان السبب الرئيسي هو الاستاذ، ولا سير شوف الخلل فين كاين. راه بالعكس حنا كنحاولوا نسيروا لك واحد المنظومه اللي هي راسك تزيد تقول لنا الله يرحم الوالدين. راه المنظومه غدا مهترئه، كلاوها المفسدين اللي كيشفروا الصفقات، تنقلات صفقات كتخرج ديال ديبلاسمون ديال مديري اكاديميه، ما تحركوش من بلايصهم. سير شوف الفلوس فين كتمشي، ماشي حنا ديك الجدريه اللي هي حق لرجل التعليم، راه حقه الاعدادي عنده حق خارج السلم، راه من حقه هذاك اللي تتمنى عليه. كاين غنزيدكم 2500، هذيك راها صيروره رتب في اي ميدان. الاستاذ راه من حقه من بعد واحد السنوات ديال العمل الرتبه كيترقى. وشحال كنخلص 5000 درهم الرتبه؟ كاين الرتبه اللي كدوز 3 سنين، شحال كتزيد فيها؟ 70 درهم. كاين دابا السلم يداروا فيه 15 رتبه، معنا 30 عام باش تفوت من سلم لسلم. هذه راه شي حاجه اللي هي والله العظيم الا زعما الانسان كيحس راسو انه بحال الا محقور. ما واخا دي البروغرام كنقول لهم خفوهم، انت خصك تطبق واحد الجهاز تنفيذي، وما من حقكش تشارك في اي مشاورات لتجويد العمل التربوي. وحنا كون كانوا كيرجعوا لينا غنعطيهم شحال ديال الافكار ديال يتحسن مستوى ديال المستوى التعليم. حنا راه كيضرنا خاطرنا، ولكن بانني نزيد نزير الاستاذ راه ماشي هو هو الحل. انا قريبا نخرج تقاعد، راه ما عنديش، ولكن انا كنشوف ان الاجيال اللي جايه كاينه نيات خبيثه ديال التعليم، بغيناه يبقى الارض، ما بغيناش ولاد الشعب يقراو. وحنا هذا هو اللي كندافعوا عليه، هذا النظام التعاقد اللي غيكون واحد خدام وخايف اللي يجريو عليه. راه بحال كنقولوا للناس ما تقريوش، ما بغيناش، كون باغي نقراو ما يخلوش 100 مليون ديال التلاميذ 3 شهور، هذه تقريبا طالعه 3 شهور وما كيقراوش. حنا راه كيحز في نفسنا، وفعلا ديك الساعه ملي كندخلوا نقريوهم فيها والله حتى كنتقطعوا على ودهم. ولكن راه الحكومة هي اللي بيدها الحل. الحكومة السؤال وجهه الأخ نوش بن موسى، هما اللي بيدهم. راه الناس كينوضوا كيكون واحد المشكل عند شي ناس، كنجيو عندهم هما نقول لهم شنو عندكم، ماشي كنمشي عند واحد النقابات اللي هي لم تعد أكثر تمثيلية، اللي لا تمثلنا بالمرة، ونبدا نتفاوض معاها. قال راه قبلنا نهضر مع التنسيقيات المنسقين اللي جاوا الغد ليه، جاوا الباب مسدود أمامهم، شبعوا عابر وداروا لايفات أنهم راه سادين علينا الباب. رفضت التنسيقيات، إذا ما بغيناش نهضروا مع الممثلين الحقيقيين الأساتذة ونشوفوا شنو المطالب الحقيقية، شنو دارهم. لا،
هدفنا غير دار واحد تكتيك، واحد اللعبه خبيثه ديال السدرج، واحد النقبه اللي كان مغضوب عليها ودخل معاها في الكواليس باش تفشل نضالات رجال التعليم. صافي، باقي الوزير ما باغيش يدير حل لهذا القطاع. راه كون كان كيحترم نفسه في دوله ديمقراطيه راه غيعلن على الاستقاله ديالو، خصو يحط يعفاءه من المهام ولا يستقيل. راه لم يستطع تدبير هذا الملف بالمره. وحنا راه مطلبنا الاول هو الكرامه، ماشي انا شخصيا الله ما يزني حتى شي حاجه، ولكن ما نحش على نظام اللي كيوجه لي الاتهام انك انت اللي فشلتي المنظومه التعليميه. لا، هذه انا ما قبلتهاش. اما انا داك ديال 10 جنبي راه صافي، انا راه بريسك الرتبه 5 نقول انا مزيان استفدت، نمشي نرجع ندخل بحالي. لا، ترد لي كرامتي، انا كنطالب اعتذار رسمي من الحكومه ومن وزير التربيه الوطنيه للاساتذه اللي دخلنا في هذا الحال ديال الضغط النفسي. عباد الله ولات كتاخذ لي زونتي ديبريسور، علاش دخلنا في هذه الحاله هذه؟ علاش واحد خدام ما عليه ما بيته تنزل تقول لي شتي انت امك خاصك وخاصك وخاص؟ لا، خاص انصاف رجل التعليم، خاص صاحب النظام الاساسي، لان فيه واحد الاهانه واذلال. واولا خرجنا من الوظيفه العموميه كاملين، مادام باقي في الحوار السكوري اللي هو ديال القطاع الخاص، ماشي الاستاذه ناديه فتاح اللي هي ديال وزيره الوظيفه العموميه، راه ما كاين والو، راه غير تمثيل، كيبدل سميه بسميه. حق سميتو كنتو موارد بشريه غنردو لكم الوظيفه العموميه، لا، بدل لينا الجوهر ماشي السميات. ما كلشي باقي فاق، حتى ساعات العمل اللي كنا خدامينها اللي 21 ساعه وكنا كنطالبوا تنقص 3 السوايع التضامنيه ورجعوا 18، حتى هي ما قدروش يخرجوها، حتى هي باقي كيقول ساعات غادي نشوفوا. انا ما بغيت نازل على والو، ما بغيت نازل ادنى تنازل. يا راه ماشي حنا السبب بالمره في هذه المده الطويله اللي خداها الاضراب، راه الوزاره ما بغاتش التلاميذ يقراو وما بغاتش دير لهم حل.